زين بلا ما صليناش، شنو هو العمود الفقري ديال الجسد؟ إذا كان إذا ما كانش عندنا نوقفو، ها ما نوقفوش. هكاك الصلاة هي العمود ديال الدين، إذا ما كناش كنصليو أنت واقف، أنت عايش، الله سبحانه وتعالى قسم باش تاك رزقك، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني عن الرزق، ربي عاطيك رزقك، ربي رزقك يعطيك فين ما كنت. وقتاش كيسالي الرزق؟ ملي كينتهي الأجل. ولكن الله عز وجل عاطينا وأمرنا، باش أمرنا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ديك العبادة أختي، إذا ما كناش كنعبدوا الله سبحانه وتعالى، شنو هو الهدف من هذه الحياة؟ علاش انت مغربة في فرنسا؟ واش تقراي؟ علاش بغيتي تقراي؟ هذيك أسئلة، علاش بغيتي تقراي؟ باش تخدمي. ولكن إلا عطاك واحد الإكزامه، شنو كديري قبل؟ كتحفظيه باش تجاوبي على الأسئلة كاملة. إذا دوك النقاط اللي ما جاوبتيش عليهم كاملين، غتنجحي؟ ها؟ هكاك الحياة. الحياة فيها ثلاثة ديال الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ هاد ثلاثة الأسئلة، هاد ثلاثة الأسئلة ما كيجيوش بالحفظ، ما كيجيوش بالحفظ، كيجيو بالإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا ديك التبادل ديال الحياة الدنيا هو الإنسان تبقى ديما الحمد لله على الحق، ومن كيموت كيشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كيموت كيجي عند الملائكة: من ربك؟ ما دينك؟ من هو الرجل بعث فيكم؟ إلا جاوبتي راكي ناجحة، ما جاوبتيش راكي ساقطة. هنا في الدنيا إلا جاوبنا كان إلا سقطنا كنعاودو الامتحان، في الآخرة لا. ياك الحاجة في الآخرة إلا جاوبتي كتمشي للجنة، ما جاوبتيش طلب الله رزقنا الجنة كاملين. فالله يرضي على أختي، صلي. خوك كيهضر معك، ما تقلقيش من خوك، ولا ما صليتش اليوم ما غادي دارت والو. إن شاء الله.